النساء شيبا وشبابا وبناتا. عندما تتضافر جهود المسلمين جميعا من جميع البلدان، نحن الآن نتشرف بحضور الأخوة الأتراك معنا في هذا الحفل الكريم. لقد قامت مديرية الأوقاف في رأس العين بتكريم 65 حافظا وحافظة لكتاب الله عز وجل، والحمد لله لقد تضافرت الجهود من أجل إنجاح هذا التكريم، وقد شارك في هذا التكريم كل فعاليات البلد من مدنيين وعسكريين ووجهاء، وقد تم هذا التكريم بفضل الله عز وجل بنجاح تام، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الحاضرون الكرام وحاضرات الكريمات، جئت اليوم من غازيانتر لأن أقدم لهذه الحاضرات لهذه الكريمات الشكر والتقدير. بارك الله فيكم، حفظكم الله وأهلكم وبلادكم جميعا. أشكر وأقدم الشكر وتقديري لكل من يهتم بهذه الأمور، بهذه الحفلة الجميلة، بهذه الحفلة الكريمة. وأشكر وأقدر للحافظين والحافظات لكلام الله تعالى، جزاكم الله خير الجزاء. أيها الإخوة المسلمون، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أول شيء أود أن أشكر إدارة الأوقاف على هذه الجهود المباركة، على اهتمامها بحلقات القرآن، على اهتمامها بحفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قامت مديرية الأوقاف بتكريم 65 حافظا وحافظة. شارك في هذا الحفل مجموع من الفعاليات العسكرية والمدنية، وأيضا مجموع من المنسقين الأتراك باسم واسم إدارة الأوقاف في مدينة رأس العين وريفها. أقدم كل الشكر والاحترام للحكومة التركية قيادة وشعبا الذين ساهموا بدورهم بتفعيل هذا الحفل. أيضا أقدم الشكر الجزيل للمنسقين الذين حضروا بدورهم نيابة عن الحكومة التركية في هذا الحفل، بارك الله لهم في جهودهم وجزاهم الله كل خير. أيها الأحبة الأكارم، أيها الجمع الكريم، قضية الأستاذ حسن الجود وأيضا المنسقين الأتراك، السيد رئيس المجلس المحلي صاحب الفضيلة السيد الأستاذ ميكائيل، والأخوة الحاضرين في هذا الحفل الإيماني المبارك، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. يقول الرسول الكريم في الحديث الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا الحديث الشريف إنما هو أعظم إسلام يعتز به المسلم. وما وجودنا اليوم الآن لتكريم هؤلاء المميزين بشيء يذكر أمام عظم التكريم الله ورسوله لهم. باسمي وباسم حلقات القرآن كافة المعلمين والمعلمات وباسم الحفاظ والحافظات، أتوجه بالشكر لكل من حضر ولكل من ساهم في إنجاح هذا الحفل الكريم، في إنجاح حفل أهل الله وخاصته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله يوافي نعمه ويكافئ مزيده، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أكرمنا الله سبحانه وتعالى بكوكب من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى، وعددهم 65 حافظا وحافظة، كلهم يتبعون لمكتب القرآن في مديرية الأوقاف في رأس العين وريفها. نشكر كل من ساهم وجاهد معنا في هذه الفترة الطويلة لإنجاح هذا العمل المبارك الطيب، ونشكر الحكومة التركية على دعمها للمؤسسات وعلى دعمها لمكاتبنا مكاتب وعلى دعمها لحلقات القرآن الكريم. ونشكر الأخوة في القوة المشتركة على دعمهم المادي والمعنوي لنا، ونشكر أيضا جميع من ساهم في إنجاح هذا العمل، وبارك الله بكم، جزاكم الله خير. الرابعة عشرة سندس الباب.
الحافظ الخامسة ثلاثة